بتأثر بشكل كبير على المحاصيل الحقلية زي الرز زي الذرة ومحاصيل تانية مختلفة. فوزارة الزراعة بتقدم مجموعة من النصايح لكيفية التعامل مع المحاصيل دي في ظل الأجواء الحارة، وطبعا التغيرات المناخية بتفرض هي كمان يعني ضرورة في التغير في التعامل مع بعض المحاصيل. معايا على التليفون دكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية للإرشاد والتدريب. صباح الخير يا دكتور خالد، أهلا بيك. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. ايه ابرز المحاصيل اللي بتتضرر من ارتفاعات درجات الحراره، وازاي بيتم التعامل معاها لارشاد المزارعين للحفاظ على هذه المحاصيل؟ طبعا احنا دلوقتي في عندنا مزروعه محاصيل استراتيجيه زي محصول الذره الشاميه، زي محصول الارز، زي محاصيل الزيتيه، محصول السمسم، زي محاصيل الاعلاف، فول الصويا. دي محاصيل مهمه جدا، واحنا دلوقتي في منتصف عمر النباتات دي. فطبعا حسب ما ورد معلومات ان في اخر الاسبوع هتكون في موجه حاره، والمشكله هتكون مستمره لفتره طويله، يعني مش هتكون موجه حاره لمده يومين ثلاثه، لا ده يعني حسب ما ورد معلومات انها ممكن تستمر لحوالي اسبوعين. فطبعا دي بتكون يعني ايه لها تاثير على المحاصيل الموجوده في الحقل. فطبعا احنا من امبارح بدانا نعمل بعض التوصيات لتقليل تاثير هذه الحراره على النباتات. فكنا بنوصل اخوة المزارعين في المحاصيل دي اولا ان هو ما ياخرش مواعيد الري، يروي بانتظام، ونخلي الري بتاعه يكون اخر النهار مش في وجود الحراره العاليه. ثانيا في بعض المحاصيل زي محصول الذره الشامي في افه موجوده اللي هي دوت الحجم، ودي بتنشط دايما في وجود الحراره العاليه. دي هو بقى لسه موجود مصر بقى له حوالي سنتين ثلاثه، دي خطيره جدا على محصول الذره، وبننصح المزارعين ان هم يقاوموها، ويكون مقاومه دوت الحجم دي في وقت متاخر ما يكونش في اثناء فتره الظهيره، وطبعا يقاوم بالمبيد الموسى بين الوزاره. محصول الارز اللي هو دلوقتي في منتصف الموسم بتاعه وتم شكله خلاص في محافظات الدلتا، بننصح الاخوه المزارعين بانتظام الري فيه ويهتم بالتسميد المتوازن، وان هو ما يسيبش ميه كتير في الارض عشان بتؤدي الى تاثير في السيولوجي على جذور النباتات. بقيه المحاصيل زي محصول السمسم ومحصول الفول الصويا اللي هي داخلة على مرحلة تزهير بيكون الري فيها على الحامي، وفي وقت بعد وقت الظهيرة مساء بيكون الري ايه فندم؟ على الحامي؟ على الحامي، يعني ما يوقفش مية في الأرض، يعني هو المزارع عارف إنه يروي سريع، يعني يجري المية بحيث إن هو يعني إيه ما تقفش في الأرض فتأثر على تنفس النباتات أو تسبب مشاكل في شرجية على النبات. فالنصيحة المهمة دلوقتي أخو المزارعين، أهم حاجة دلوقتي الري، ما يكونش في فترة الظهيرة، يكون الري ما بعدش مسافه الري مع طش النباتات بتاعتي، في الوقت نفسه ان يكون الري منتظم في الفتره الجايه دي، لان اهم حاجه في الفتره الجايه ان النباتات بتاعتي ما تعطشش. محصول الذره الشامي الري فيه مهم جدا برضه، فنجد ان كل المحاصيل بتبقى نصيحه واحده، الري والاهتمام بيه، ويكون الري فتره الظهيره. عايز اسال حضرتك برضو في موضوع ارتفاع نسب الرطوبه اللي بتبقى مختلفه، المدن الساحليه او في الشمال مختلفه عن الجنوب، في الجنوب بتكون اقل، وارتفاع كمان درجات الحراره، هل ده بيؤدي الى تغيير الخريطه الزراعيه؟ في بعض المحاصيل الحقليه ما بقتش تتزرع في اماكن معينه وبتتزرع في اماكن ثانيه؟ لا، هو من كل محصول في حاجه اسمها الاصناف، يعني مثلا لو قلنا محصول القمح في منه بعض الاصناف بتصاب بالامراض لو زرعت في منطقه الايه الدلتا، لكن لو زرعت في منطقه الصعيد ما فيش فيها اصابه. الخريطه الزراعيه او بنسميها الخريطه الصنفيه، ان محصول معين في اصناف منه تجود هنا وتجود في منطقه اخرى، في اصناف بينصح بزراعتها في منطقه ومنطقه اخرى، لكن محصول بقاش يتزرع في منطقه، لا، كل المحاصيل بتتزرع من ساعه ما تم استنباطها او زراعتها زي ما هي في منطقه زراعتها. يعني مثلا الارز ينصح بيه في مناطق الدلتا، ليه؟ عشان خاطر هو دي مناطق اللي بيجوز فيها، ثانيا عشان خاطر ان هو بيساعد في معالجه الارض الملوحه، فبيتم زراعه محافظات معينه ثابته طول عمرها. لكن طب الموسم الزراعي ده ايه هي اهم المحاصيل الحقليه اللي بنزرعها في الموسم ده؟ اهم محصول دلوقتي موجود عندنا على مستوى الجمهوريه هو محصول الذره الشامي، ده اللي مزروع من اسوان لحد اسكندريه، وطبعا ده محصول استراتيجي مهم جدا عشان محصول الاعلاف بيستخدم فيه اعلاف الداجنه، والمحصول الثاني اللي عندنا محصول الارز طبعا مزروع في بعض محافظات الدلتا بس ما بيزرعش على مستوى الجمهوريه. عندنا محصول فول الصويا، وفي زراعه تعاقديه دلوقتي الوزاره انشات مركز للزراعه التعاقديه السنه دي، بياخد المحاصيل من المزارعين باسعار تم التعاقد عليها قبل الزراعه، شجعنا المزارعين على زراعه المحاصيل دي السنه دي. فعندنا في الموسم الصيفي الحمد لله
موسم استثنائي في حاجتين. اول حاجه ان تم انشاء مركز زراعه تعاقديه بالوزاره، وده شجع المزارعين على زراعه محصول الذره الشامي، محصول الفروسية، ودي محاصيل اعلاف مهمه جدا. نعم. محصول عباد الشمس ومحصول السمسم، ودي محاصيل زيتيه مهمه جدا. صحيح. الحاجه الثانيه الحمد لله احنا عندنا في المحاصيل الحقليه زي محصول الارز دلوقتي، في عندنا اصناف جديده تم توزيعها على المزارعين متحمله للتغيرات المناخيه اللي احنا بنمر بيها دلوقتي، متحمله للملوحه اللي بتنتج نتيجه التغيرات المناخيه في اراضي الدلتا، متحمله للحراره الى حد كبير. في عندنا في هجن محصول الذره الشامي هجن حديثه عايش انتاج وبتصلح للغرضين، لاستخدامها كسلاج لتغذيه المواشي ولانتاج الحبوب عشان يتم صناعه الاعلاف واخراج الزيوت منها. يعني طبعا من المهم انه يتم التواصل بشكل لحظي كمان مع المزارعين والفلاحين، وده اللي تم بالفعل عن طريق استخدام التكنولوجيا والرقمنه واستخدام الوسائل الحديثه عشان نقدر نحدث المعلومات والبيانات والنصائح للمزارعين في كل مكان بشكل لحظي مع التغيرات المناخيه والتغيرات في درجات الحراره على مدار اليوم الواحد. انا بشكرك ضيفي دكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقليه للارشاد والتدريب، على هذه التفاصيل.